الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفضل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت البحار فكانت سرابا إن جهنم كان مرصادا للطاغين مآبا لبيسين فيها أحقابا لا يزكون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذبا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسبيقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرجيفة تتبعها الرديفة قلوب يومئذ وجفا أبصروها خاشعة يقولون إن لمردودون في البحر حفيرة أإذا كنا عظاما نديزة
قالوا تلك إذا كرته خسيرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ نداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأحديك إلى ربك فتخشى فأراه الآيات كبرى فكذب وعصى ثم أدرى يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذاه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يشاء أنتم أشد خلق خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج صحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والبحار والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وأثار الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي مأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيهم أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرون له لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءهم أعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلحى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يأت ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنابا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة
فاكهة وعبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاقة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته بنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا العشار سورت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زودت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا سعى والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي عرش المكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رأوه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضليل وما هو بقول شيطان الرجيم فأنى تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما وعقرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسوك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظ كراما كاتب يعلم ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جهنم يصلونها يوم الدين وما هم عنه بغائبين وما أدراك كما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اقتلوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم وزنهم يكسرون على يزن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي جحيم وما أدراك ما السجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد عسيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن الكتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليين كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مكتوم كتابه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عين يشرب بها المقربون إن الذين عجموا كانوا من الذين آمنوا يتحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسل عليكم لحافظ فاليوم الذين آمنوا من
الكفار يضحكون على العرائك ينظرون هل ثيب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحطت وحقت يا أيها الإنسان إنك كادم إلى ربك كدحا فملاك فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى أقسم إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا تنفس لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليكم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون الله أعلم بما يعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات عدن غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم أجر غير ممنون إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعل لما يريد حالتك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب الله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساكن من كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق ومما إن دافئه يخرج من بين صلب الترائب إنه على ربه لقدير يوم تبلى السرائر فما لهم لا يؤمنون يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصير والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لكم رسول كريم وما هو بالحظ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رائدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى والذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج الموعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى يا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناسبة تسلى حامية تسقى من عين لانية ليس لهم طعام إلا من ضرع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية
في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوع وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مفصوصة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إن نفعت الذكرى أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لمن تولى وكفر فيعذبه الله وعذابا لبينا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر لم تر كيف فعل ربك بيد رمزات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالوتر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا في الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لرب المنصور فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أحانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وولد وما ولدت لقد خلقنا الإنسان في كبد يحسب أن لا يقدر عليه أحد يكون وأحلقت مالا لبدا يحسب أن لم يره أحد لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي متقربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فلهمها فجورها وتقواها قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله نقات الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخيل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجزاه الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير وأبقى خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
فهدى ووجدك عينا فعينا فأما اليتيم فلا تقهر فأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقضى ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنا مع العسر يسرا إنا مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد النعم لقد خلق فيه الإنسان في أحسن تقويم ثم رفعناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد في الدين ليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان يطغى أن رآه استغنى إنا لربك الرجعى أرأيت الذي ينحب دم إذا الخصوص صلى أرأيت إن كان إذا أرأيت الذي ينحى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى لم يعلم ألم يعلم أن الله يرى كلا لئن لم ينته لنتبعا بالناصية ناصية كاذبات خاطية فليدعوا نادية سندعو الزبانية كلا لا تطيعه وسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل يوم سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم بين رسول من الله يتلو صحوفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يدور الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يروا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يروا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ذبحا فالموريات فتحا فالمغيرات صبحا فآسلنا به نقعا فواصلنا به جمعا إن الإنسان لربه لكان نطفة إنه على ذلك لشهد وإنه لحب الخير لشديع فلا يعلم إذا بصر وما في الكون وصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعات ما القارعة وما أدرك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألحاكم التكاثر حتى تظنون ما كنتم قابل كلا سوف تعلم ثم كلا سوف تعلم كلا لا تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل ليومئذ ويل يوم
ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدد يحسب أن مالا وقلد كلا لينبذن في الهضمة وما أدراك ما الهضمة نار الله المقدعة التي تطلب على الأفئدة عليها موصلة في عماد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف محكول بسم الله الرحمن الرحيم إلاف إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض ولا طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يد أبي لهب وتب عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.